يقول: كانت لي عمة رحمها الله تعالى، وكنت لا أذهب إليها بغير عذر شرعي، سوى أن بيتها كان بعيدا وليس لي وسيلة نقل تبلغني بيتها. وبعد ذلك فطنت لنفسي فاتصلت بها هاتفيا على أنني سوف أزورها بعد يومين، وإذا بي أفاجأ بوفاتها بعد يوم من اتصالي، فهل أديت حقها؟ وإذا لم أؤديه فماذا يجب علي؟ وجهوني أثابكم الله. إذا كان الواقع ما ذكرت من بعد بيتها وعدم وجود الوسيلة التي توصلك وأنت لا تقدر على المشي فأنت معذور، واتصالك بها أيضا فيه فائدة وخير والحمد لله، حصل بعض الشيء، حصل بعض الصلة وبعض الفائدة. نعم.